أقول وفقكم الله وسدد على الحق والبحث والتعمق العلمي خطاكم، ونعلن على بركة الله افتتاح الملتقى من مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. آفاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، الفرص والتحديات، عنوان الملتقى الوطني الأول للصناعة المالية الإسلامية الذي احتضنه مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بولاية الأغواط عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. وعالجنا خلال هذا الملتقى الأسس والمظاهر القانونية والاقتصادية والشرعية والاجتماعية للمصارف الإسلامية في الجزائر، إضافة إلى أنه نسعى في خلال هذا الملتقى إلى دراسة واقع المصارف الإسلامية في الجزائر وإبراز دور المصارف الإسلامية في تطوير هذه الصناعة، إضافة إلى مساندة ومواكبة السلطات المشرفة على إقرار وتنظيم هذه الأنشطة. الملتقى عرف مشاركة أزيد من 100 مشارك بين دكاترة مختصين ومتعاملين مصرفيين من مختلف المؤسسات الاقتصادية، بلغت 57 مداخلة تخص موضوع الصيرفة الإسلامية، حيث كانت لهم وقفات مع مختلف المعاملات المصرفية في الجزائر. كخطوة من الحكومة الجزائرية حول تشجيع الاقتصاد الوطني والنهوض به في سياق التحولات الدولية الراهنة والتي تتطلب تكثيف الجهود في شتى القطاعات وعدم الاعتماد على الريع النفطي والنهوض بالقطاع الاقتصادي. وطرح المختصون بعض الإشكالات التي تشوب هذه المعاملات المالية بين الشرع والقانون وكذا بين التنظير والتجسيد على أرض الواقع، مبرزين الفرص التي تتيحها الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها حاليا. الصيرفة الإسلامية هناك الكثير من فئات الشعب لا يعرفها، الصيرفة الإسلامية لا يعرفها، لذلك هذا الملتقى جاء كلبنة من اللبنات للتعريف بهذا التعامل المالي الجديد. موضوع اليوم تمحور حول تشجيع الصيرفة الإسلامية كمشروع بالنسبة للجزائر فيما يخص عمليات إيداع الأموال وتمويل الاقتصاد وتمويل المؤسسات بأنظمة وفق الشريعة الإسلامية. وتعد هذه الملتقيات فرصة ثمينة لتشجيع الصناعة المالية الإسلامية واعتبارها أحد القطاعات الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.